اذا هلا اللي بنحكي انه عندي هاي الويف فورم، هلا هاي الفريكونسي تبعتها 300 هرتز، لانه هذا 6 بلس ريكتيفاير. الفريكونسي الاصليه تبعت السورس كانت 50، ضربنا 50 في 6 اعطتني 300 هرتز. هذا مكون من دي سي، الدي سي 536 فولت اللي هو حسبناه الافرج حسب المعادله هناك. فهذا مركب من تو سيجنالز، بيور دي سي. ايش الامبيدنس تبعت الاندكتر لبيور دي سي؟ الامبيدنس الاندكتر زيرو، مش هيك؟ لانه اوميجا ال بتصير زيرو. فهذا ما راح اشوف الاندكتنس، الدي سي الكومبوننت، الدي سي كومبوننت ما راح اشوف الاندكتنس. فشوفوا شو راح نعمل لون، راح نحول هذا اللود، خلينا نحط هلا كرنت ميجرمنت، فراح اضيف كرنت ميجرمنت هون من السيم باور سيستمز، راح ناخذ ميجرمنت وراح ناخذ كرنت ميجرمنت. الكرنت ميجرمنت بدي احطها ان سيريز مع اللود. خليني افتح هذا الطرف او لا، هذا راح الفولتج هذا، مش هيك؟ بدنا نفتحه او بنحطه هون، شوف اذا بضبط معنا هون. عمل له روتيشن ب 90 درجه، بعرف اذا بضبط. بضبط يمكن فورمات روتيت بلوك كلوك وايز، نحطه هون. لما ناخذ من هون ناخذ هاي على اللود، بعدين هذه صار عندي كرنت، هلا راح ادخله على السكوب. خلينا نحط دي مالتي بلكسر، مالتي بلكسر راح نحطه هون عند الاوسيلوسكوب. هلا رح نشوف الكرنت في اللود والفولتج اللي في اللود. فناخذ الشانل الاول خليه الفولتج، والشانل الثاني رح يكون الكرنت. هي صار عندي الكرنت والفولتج جاهز، مزبوط؟ هلا نتاكد اول شيء بالريزستيف لود ايش لازم يكون شكل الكرنت؟ نفس شكل الفولتج، مزبوط؟ واضح انه هذا نفس الشكل، بس السكيلينج سببه ريزيستر انه 10 اوم، 10 اوم فراح تكون هاي القيمه هي عشر القيمه هاي، بس هاي شكل الويف فورم هي نفس شكل الويف فورم هذيك، بس معمول له سكيلينج بس. اذا لو اجينا اخذنا الان هلا بدينا هذا اللود نزيده اندكتيف، فراح اغيره من ريزيستيف لود راح اعمله ار ال لود. هلا راح تشوفوا كل ما زدت ال راح يزيد الاندكتنس، راح يزيد الامبيدنس الرياكتيف امبيدنس، فراح يصير الاي سي كرنت بقل وبضل الدي سي كرنت. فخلينا نعملها هذه مثلا 10، وخلينا نبدا هون في 1 اي تو ذا ماينس 3. نقدر نحسب الزاويه تبعت هذا اللود، مين معنا اللي حاسبه؟ احسب قديش الفريكونسي تبعت الويف فورم؟ 300 هرتز، مضبوط؟ اذا هاي الزاويه تبعتها راح تكون 10 راح تكون اوميجا ال على ار، مش هيك؟ تان انفرس. الكل فاهم هاي ايش اللي بنعمله؟ عم نحسب الزاويه تبعت اللود. اللود هذا جزء منه اندكتيف وجزء ريزيستيف، فعمالي بحسب الاندكتيف بارت. الاندكتيف بارت هو اوميجا 2 باي اف في ال. ال قيمتها قديش هون؟ 1 ملي هنري. اضرب لي بالله يا عبد الله 2 في باي في باي في 300، لاحظوا استخدمنا 300 مش 50 هون، في 1 ملي هنري 1 ملي هنري 1 ملي هنري قديش طلعت؟ مع التان ولا بدون التان؟ لا قبل التان، قبل ما تقسم على 10 ولا قسمت 10؟ $1.88 جيد، يعني هو هاي ضعف هاي، مش هيك؟ لو بدي انزل هاي للنص خلينا ننزلها للنص، ننزل هذا لنص القيمة بحيث انها تصير تقريبا واحد. إذا صارت هاي على هاي واحد قديش الزاوية صارت تبعت اللود؟ 45 درجة، فهو لايتلي اندكتيف. فخلينا ننزل هاي ل 0.5 ملي هنري، والله تأكد منها مرة ثانية الزاوية شو بتصير إذا حطيت هاي 0.5 ملي هنري؟ 0.94 تمام، يعني تقريبا 45 درجة مش هيك؟ احسب الانفرس تان. Gracias.
هلا احنا هون صعب تشوف الريبل انه تغير الريبل، كان المفروض نقارن بالحاله اللي قبلها. طيب قديش احنا حطينا هون اللود؟ حطينا اللود 0.5 ملي هنري. هلا بنرجع له، خلينا بس نحسب الريبل، او خليني ابدا ازيد الريبل. هلا راح ازيده من هون. هلا هاي 0.5، خليني اسويها 5 ملي هنري الان. نعمل رن. ايش بتلاحظوا بالريبل؟ عم بقل الريبل. الافرج على فكره ما تغير. الافرج ليش الافرج ما تغير؟ مين اللي بحدد لي الافرج كرت؟ الار. بس الار مزبوط. يعني انا بقصد الاي سي عم بتحدد الامبيدنس تبعت الاي سي، عمالها بتزيد لما بزيد. فلو صار هذا اللود هلا هيفلي اندكتيف، ايش راح يصير في الكرنت اللي مار؟ راح يقترب من الافرج فاليو مقسوم على ار. نزيد هذا اللود كمان، راح اسويه مثلا 20 ملي هنري. احسب الله الزاويه تبعت هاي على 20 ملي هنري. لاحظوا تقريبا الريبل اختفى، نتاكد منه. 75 درجه الانجل. اوكي تمام. الريبل يعني هون تقريبا بالكرنت حوالي 2 امبير تقريبا بيك تو بيك. هلا اذا زدت الزاويه كثير، خلينا نزيدها مثلا 10 اضعاف، فراح اعمل هاي مثلا 50 ملي هنري. قل طبعا هون، شوفوا قديش صار، صار تقريبا الريبل ما بتجاوزش 1 امبير. ولذلك احنا في دوائر الدي سي مين اللي بيهمني؟ الافرج فولتج، لانه هذا الكرنت لوين راح يروح في النهايه؟ ايش القيمه لما يصير فيري فيري هيفلي اندكتيف؟ قديش القيمه النهائيه اللي راح يثبت عليها الكرنت؟ اللي هي عباره عن ايش؟ الافرج فولتج على ار. اوكي؟ يعني هون في النهايه هذا لما يصير هيفلي اندكتيف، هذا الار ال لود شو بيمثل احنا بحالتنا بالمثال اللي احنا عم نشتغل عليه؟ الدي سي موتور. بس راح نضيف له شيء ثاني، الدي سي موتور ايش راح نضيف له؟ دي سي سورس. فهذا هون انا هون عمالي بمثل الدي سي موتور، الدي سي موتور اذا في النهايه لما يكون اللود هيفلي اندكتيف، الكرنت الدي سي كرنت اللي راح يمر هون ايش راح يكون بيساوي؟ الافرج فولتج مقسوم على قيمه ار. وهذا اللي صار معنا هون، مش هيك؟ قديش احنا بدنا الافرج فولتج كان 536 فولت، مظبوط؟ 536 فولت اذا قسمناهم على 10 قديش بيعطوني؟ 53.6 مظبوط؟ هذا هي تقريبا هون اذا طلعنا عليها هي تقريبا هي 53 اعلى شوي واقل شوي عماله فيه لسه ريبل. خلينا نحاول نشيل الريبل تماما، فراح ارفع هذا مثلا لقيمه عاليه جدا، هاي 500 مثلا، طبعا هاي قيمه خياليه نص هنري بس حتى تشوفوا الفكره اللي موجوده. المفروض الريبل ينزل كمان، وصير عندي تقريبا عمليا هون هاي عندي تقريبا هي هون 52 وشيء عماله بثبت، لسه عماله في لسه ترانزنت عماله بوصل للقيمه النهائيه. ولذلك قاعده عامه بهمنا في حاله دوائر الدي سي بهمني الافرج فولتج، دوائر الاي سي بهمنا الار ام اس فاليو. اطفي الكاميرا. ماشي، في اسئله على هذول؟